الخاوة الفيديو هذا لازم يطلع باش الناس كامل تستفاد وما تطيحش في الخطأ هذا. اي واحد شاف هذا الفيديو يدير نجام ويبرطاجي. كاين تليفون راهو داير حالة في الاسواق الجزائرية واللي هو الريدمي نوت 11. هذا جماعة راهو نسخة صينية وتجينا العلبة نتاعو بهذا الشكل، العلبة بيضاء ومكتوب عليها نوت 11 باللون الازرق. راهو نسخة صينية ماشي نسخة عالمية كيما هذه اللي مرسوم عليها تليفون بهذا الشكل ومكتوب من تحتها ريدمي نوت 11. وننصحكم ديما ديما تشريو النسخة العالمية على خاطر ما راحش يكون فيها مشاكل في الشبكة، ماشي كيما النسخة الصينية راح تواجه بزاف مشاكل في الشبكة، مرات تحكم لك ومرات لا. والسبب هو انه النسخة العالمية موجهة للعالم كامل، يتسمى راح توافق شبكات العالم كامل. اما النسخة الصينية موجهينها للصين فقط، يعني راح توافق الشبكة الصينية فقط. لو كان استعملوها هنا في الجزائر كيما قلت لكم راح تلقاو بزاف مشاكل في الريزو. هذا ما كان. ثاني حاجة نحذركم منها الخاوة، ريدمي نوت 11 النسخة الصينية هذه السعر نتاعها 3 ملايين و700، وكاين اللي يبيعوا فيها حتى 3 ملايين و800، وفيها مواصفات قلع للنسخة العالمية. عندك شاشة بحجم 6.5 انش من نوع الاي بي اس ال سي دي وبدقة الفول اتش دي بلس. اما سرعة تحديث الشاشة راح تكون 90 هرتز. عندك معالج يجينا من الميديا تك الهيليو جي 88 ويجينا بنسخة الكات جي. كاين كذلك نسخة السانك جي فيها معالج دايمون سيتي 810، هذه مام هي ما ننصحكمش بها على خاطر راها نسخة صينية. المهم نكملوا في المواصفات نتاعنا. الرام عندك 4، التخزين عندك 64 او 128. نجيو دوك للكاميرات، عندك 3 كاميرات في الواجهة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا، اما كاميرا السيلفي تجينا بدقة 8 ميجا. بالنسبة للبطارية تجينا بسعة 5000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع 18 واط فقط. نظام التشغيل عندك الاندرويد 11 مع واجهة الميو اي 12.5. كما قلت لكم السعر نتاعها 3 ملايين و700، تليفون هذا الخاوة فيه مواصفات تاع تليفون قل على 3 ملايين، تسمى نحذركم منه بالكم تشريوه. بالنسبة للمواصفات هاتف الريدمي نوت 11 النسخة العالمية عندك شاشة بحجم 6.43 انش ومن نوع الامولاد وبدقة الفول اتش دي بلس، وتجينا الشاشة بالتردد 90 هرتز. اما المعالج يجينا من الكوالكوم سناب دراجون 680 ويجينا بدقة تصنيع 6 نانومتر. الرام والتخزين عندك 4 او 6 رام، التخزين عندك 64 وعندك 128. بالنسبة الكاميرات عندك 4 في الواجهة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا. بالنسبة للكاميرا السيلفي جينا بدقة 13 ميجا. اما البطارية هنا عندك بطارية بسعة 5000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، حاجة مليحة بزاف. والهاتف جينا بنظام اندرويد 11 مع احدث واجهة من شاومي واللي هي الميو اي 13. اما السعر نتاعو لاقل نسخة راهو بربع ملايين، وتقريبا مازال متوفرش الهاتف بشكل كبير في الاسواق الجزائرية، يعني كاين حبات برك بعد ما يتوفر الهاتف راح يزيد يهبط السعر نتاعو. وهذا واش كان الفيديو نتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش ما يشريوش النسخه الصينيه، ونقولكم تهلونا في رواحتكم، تلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.